صباح الخير أحبائي الصغار، طلاب الصف الأول الأساسي في مدرسة راهبة سيدة الرسل الثانوية قب الياس. كيف الحال؟ عساكم بخير. اليوم سنتعلم الحرف صاد في جميع أشكاله في النص الأول من المحور الثالث. عنوان الدرس هو تعارف. أنا سأقرأ وأطلب منكم أن تضعوا إصبعكم تحت الكلمة التي أقرأها. اتبعوا معي. ذات صباح سمع راجي صوت ديكه يصيح في القفص. خرج إلى الشرفة فرأى عمالا يصلون وينقلون الأثاث إلى المنزل المقابل. كاد راجي يرقص من الفرح عندما رأى ولدين وبنتا صغيرة يقفون صامتين. نزل من بيته وقصد إلى بيت الأولاد وقال: أنا جاركم، اسمي راجي. قال الولد الأكبر: أنا صابر، وهذا أخي منصور، وهذه أختي نظيرة. قال راجي: أهلا بكم. وبعد أن تحدث معهم التقط لهم صورة جميلة. صغاري، أريد أن أشرح لكم بعض المرادفات والأضداد. ما مرادف شاهد؟ رأى. جيد. وما مرادف تكلم؟ تحدث. حسنا. ما ضد دخل؟ خرج. رائع. وما ضد كبير؟ صغير. جيد. لنتعرف معا على الحرف صاد في جميع أشكاله مع المصوتات القصيرة والطويلة في الكلمات التالية. كيف كتبت الصاد في صباح؟ كتبت الصاد في أول الكلمة وهي متصلة، حركتها الفتحة، ألفظها ص صباح. وكيف كتبت في يصيح؟ كتبت الصاد في وسط الكلمة وهي متصلة مع حرف المد الطويل الياء، ألفظها صي يصيح. وكيف كتبت الصاد في كلمة القفص؟ كتبت الصاد في آخر الكلمة وهي متصلة، حركتها الكسرة، ألفظها ص القفص. حسنا. وكيف كتبت في يصلون؟ كتبت الصاد في وسط الكلمة وهي متصلة، حركتها الكسرة، ألفظها ص يصلون. جيد. وكيف كتبت الصاد في يرقص؟ كتبت الصاد في آخر الكلمة وهي متصلة، حركتها الضمة، ألفظها ص يرقص. رائع. ننتقل إلى الكلمة صابر. كيف كتبت الصاد في هذه الكلمة؟ كتبت الصاد في أول الكلمة وهي متصلة مع حرف المد الطويل الألف، ألفظها ص صابر. أخيرا، كيف كتبت الصاد في كلمة منصور؟ كتبت الصاد في وسط الكلمة وهي متصلة مع حرف المد الطويل الواو، ألفظها صو منصور. جيد أحبائي، لننتقل إلى أصغي وأفهم. ماذا سمع راجي وماذا رأى؟ سمع راجي صوت ديكه يصيح في القفص، ورأى عمالا يصلون
وينقلون الأثاث إلى المنزل المقابل. جيد، وماذا كان العمال يفعلون؟ كان العمال ينقلون الأثاث إلى المنزل المقابل. حسناً، ما اسم الأولاد الثلاثة؟ اسم الأولاد الثلاثة صابر، منصور، ونظيرة. جيد، وماذا قال لهم راجي؟ قال لهم راجي: أهلاً بكم. أخيراً، أتمنى أعزائي أن تقرأوا هذين السطرين عدة مرات وبشكل جدي. سمع راجي صوت ديكه يصيح ورأى عمالاً يصلون. صوت ص يصيح صي يصلون صي. كاد راجي يرقص من الفرح وقصد بيت صابر ومنصور ونظيرة. يرقص صو قصد ص صابر ص منصور صو. أتمنى لكم طلابي عملا موفقا ويوما ممتعا، وإلى اللقاء.